اعتقالات أيضا مواطنين من الجزائر ومن تونس الذين قدموا بالعشرات من أجل أن يشاركوا في المحاولات الجماعية للهجرة غير القانونية في اتجاه جيبي سبتة. وش كاين محاولة الهجرة الجماعية من هنا من بوابة سبتة المحتلة؟ المغاربة في للأسف الشباب الصغيرين المغاربة وأيضا جزائريين وأفارقة ويمنيين وسوريين وحتى لبنانيين، يعني هذا كلام طبعا، وطبعا جزائريين كما قال لي قلت لكم أحد المسؤولين الأمنيين أن هناك جزائريين كثر جاءوا حتى عن طريق تركيا من أيام، والآن تم يعني نقول إرجاعهم مرات ومرات، وكما يعني شفنا احنا بنفسينا في مصريين. أنا لا أخشى أحد. وكان في مصريين فليتحملوا المسؤولية، إن كان في مصريين فليتحملوا المسؤولية، أنا أقولها بمنتهى الصراحة، أي واحد يحاول خرق القانون فليتحمل المسؤولية. كلمة واحدة، أنت عايش في بلد عليك أن تحترم قوانينها، ما احترمتش قوانينها يلا سير بحالك. بلد فيها قانون، بلد لديها الدستور ولديها قانون ولديها رجالها، فعلينا أن نحترم قوانين الأماكن والبلدان اللي احنا عايشين فيها. اللي ما عجبكش القانون وشعبها. إذا متابعينا الكرام، كما سمعتم في بداية هذا الفيديو وهذا النماذج اللي قدمتها لكم هي ردا على بعض الأصوات وبعض المشككين اللي جاو كيشككوا في المصادر ديالي وفي المعلومات اللي قدمتها في الفيديوهات السابقة. فاش قلت لكم بأنه تم اعتقال العشرات والعشرات من الجزائريين والتونسيين والسوريين وحتى المصريين، دابا كنتفاجأ حتى المصريين واللبنانيين اللي كانوا كيحاولوا على أنهم يحرقوا لإسبانيا عن طريق مدينة سبتة المحتلة. ها انتم سمعتوا، قناة الحدث هي أكدت المعلومة، واحد صحفي مصري متواجد في عين المكان حتى هو كيأكد المعلومة، عشرات وعشرات الجزائريين اللي تعتقلوا من طرف السلطات المغربية ومن طرف الشرطة المغربية اللي كانوا مشاركين في هاد العملية اللي داروها اليوم. والأمور كانت واضحة منذ البداية، كما قلت سابقا كانت واضحة منذ البداية. أنا البارح قلتها لكم، كاين جروبات في الواتساب يديروها جزائريين، أرقام جزائرية ماشي حتى أرقام مغربية، أرقام جزائرية، وكاين العديد من المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الجزائريين كيقول لك يا ودي شكون اللي عارف فنيدق فين جا، شكون اللي وصلنا الفنيدق، شكون اللي كيدير، شكون اللي دير، شكون اللي يدير. هنا أنا بغيت نتوقف على واحد المسألة. دابا هاد المعلومات حنا كنحاولوا نشروها، أنا كنحاول نقوم بما أمكنني. أنا ماشي قناة رسمية، ما عندي تمويل، ما عندي صحفيين، ما عندي دعم، ما عندي حتى شي حاجة. أنا رأس المال ديال هاد القناة هادي هما نتوما، هو هاد الميكروفون، هو هاد الكاميرا باش كنتكلم معاكم. السؤال اللي كنطرحو، فينا هي القنوات ديالنا عباد الله؟ فينا هو الإعلام ديالنا؟ فينا هي وسائل الإعلام؟ ما فهمش والله ما فهمت، أين هي وسائل الإعلام المغربية؟ من هذا الكم من المعلومات، من هذا الكم من الأمور اللي خصها تفضح. شدوا الجزائريين سيدي درو معاهم السجواب، اش جابكم لهنا المغرب؟ منين جيتوا؟ كي درتوا ليها؟ ونشروا لنا مقاطع الفيديو، ونشروا لنا الاستجوابات، ونشروا لنا واش انا غادي ندير هادشي؟ ما فهمتش، واش انا اللي غادي ندير هادشي؟ واش انا اللي غادي نوض غادي نمشي نطلب الرخصه باش انني نصور مع جزائريين معتقلين باش ندير معاهم السجواب ونشر هادشي؟ راه القنوات الرسميه المغربيه هي اللي خصها دير هادشي. هذا راه محاوله منظمه لاستهداف الامن ديال المغرب والامن ديال المغاربه، وحذرت من ذلك مرارا وتكرارا. مع ذلك اختفاء تام للاعلام ديالنا، ما فهمتش انا والله ما فهمت. هو كيقول لك العشرات والعشرات ديال الجزائريين اللي تعتقلوا، جزائريين، سوريين، ليبيين، لبنانيين، مصريين، يمنيين، منين جاوا هادو بعدا؟ فبالتالي ما فهمتش انا واش انا اللي غادي ندير دابا الخدمه ديال الاعلام العمومي؟ ما فهمتش والله ما فهمت. انا هزيت يدي ما قال يا ما يتقال، وكيجيك واحد كيشكك في المعلومات اللي كتعطي انت.
راه فاش كنقول لكم الدرا كاين العشرات ديال الجزائر، كاين العشرات ديال الجزائريين اللي تعتقلوا على الاعلام ديالنا انه يدير استجواب مع هذا ويقولوا لنا منين جاوا، شكون اللي حرضهم، وشكون اللي نظمهم، وشكون اللي مولهم. اذا كانت القوات العموميه والشرطه والاجهزه الامنيه دارت واحد الخدمه، فالاعلام خصو يدير الخدمه الاخرى. انا بان لي الاعلام ميت، انا بان لي الاعلام ميت، بان لي انا بوحدي اللي كنت قاتل، انا وبعض الاخوان في مواقع التواصل الاجتماعي. حنا ما كنطلبوا دعم، ما كنطلبوا تمويل، ما كنطلبوا فلوس، ما كنطلبوا حتى شي حاجه. الاعلام يدير خدمته فقط. هناك حمله منظمه ضد المغرب، هناك معتقلين متورطين اجانب، سيروا حق. نعم كاين واحد الجانب ديال التحقيق، لكن الاعلام خصو يدير واحد الواجب. لان ما تنساوش واحد القضيه، راه المعركه الاكبر هنا هي معركه اعلاميه، تحريض اعلامي. سيروا دخلوا الابواق ديال نظام حضاره الجزائر وشوفوا. مع العلم ان العدد الاكبر من هذه المحاوله ولا من هذه الاعداد اللي شفناها اليوم هم اجانب، والنسبه الاكبر غادي تلقاها جزائريين، ولكن كتلقى الاعلام ديال نظام حضاره الجزائر جالس كيشوه السمعه ديال المغرب على المستوى الاعلامي. ودابا واش انا السبول اللي غادي يدير هذه الخدمه هذه كامله، يدافع، يقلب على المعلومه، يشرب المعلومه، يقلب على المصادر، ما فهمتش، ما حصلنا صراحه ما فهمت. اين هو الاعلام يا عباد الله؟ اين هو الاعلام؟ فبالتالي انتم سمعتم في بدايه الفيديو، قناه الحادث كتاكد، صحفي من عين المكان كياكد بانه العشرات والعشرات من الاجانب اللي تعتقلوا، والنسبه الاكبر ديال الاجانب اللي تعتقلوا اعتقلاتهم الشرطه المغربيه هم جزائريين. فبالتالي خص ماده مصوره حوار مع هؤلاء المعتقلين باش يعترفوا بداك الشيء اللي داروا. شكون حرضهم؟ شكون عطاهم التموين؟ منين جاهم التموين؟ شكون اللي نظمهم في حلقة؟ مجموعه من الامور اللي خصها تخرج وخصها تبان للعالم. انا كون كنت قادر ندير هذه المهمه هذه، كون عندي الاستطاعه ندير هذه المهمه هذه، ما غاديش تلقاوني جالس هنا لو كنت درتها. لكن غالب الله انا الامكانيات ديالي في القناه راه محدوده، انا كنحاول نواتيكم او ناتيكم بما استطعت من معلومات اللي هي مضبوطه، والمعلومات اللي هي حصريه، والمعلومات اللي هي مؤكده. وفاش قلت لكم راه تعتقلوا جزائريين وتونسيين وكذا، راه تعتقلوا جزائريين وتونسيين وكذا، وهي المعلومات تاكدت من صحفيين موجودين في عين المكان، ومع الاسف هادو صحفيين ماشي مغاربه. هذا هادشي اللي زاد في قصني، صحفي مصري وصحفي اخر ديال الحدث، هما اللي اكدوا المعلومه من مصادر امنيه مغربيه. اذا اين هو الاعلام المغربي؟ اين هو الاعلام المغربي؟ اين هم الصحفيين المغاربه؟ فين هم هاد الصحفيين اللي مسطرين ليا تما في 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 نضاقاش وفي تي في الزمل تحل المصيبه الكحله؟ فين هما باش يوثقوا لينا هادشي؟ فين هما؟ ولا حاضيين غا تفاهه، وما كاينش اللي غرر بالقاصرين قد التفاهه اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي. قولها ونعاود، التفاهه اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاسف الشديد. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، انا جبت لكم الدليل، انتم سمعتم صحفيين من عين المكان كياكدوا اعتقال اجانب ومن جنسيات مختلفه. وقال لك كاين اللي جا من تركيا، شدوا رحلات من تركيا للمغرب باش يدخلوا للسبته المحتله ومشوا لاسبانيا. باز الا كان الاعلام غادي يزيد ينعس اخويا باز، ما بقى لي انا مازال نقول. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، راكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل. دائما وابدا لا غالب الا الله، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه.